حذر فضيلة الشيخ الدكتور عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي من نشر الإشاعات المغرضة والأخبار الكاذبة، كما دعا فضيلة الشيخ القطان في خطبة الجمعة إلى التثبت من صحة المعلومات قبل إعادة نشرها. وعند الفتن والمشاكل والخلافات تزداد شهوة الكلام، وتكثر الأخبار، وتنتشر الشائعات، وتتنوع المعلومات، ويكثر القيل والقال، خاصة في زماننا هذا مع وجود وسائل الإعلام المختلفة والقنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت وغيرها. وكم من أخبار كاذبة ومعلومات خاطئة واتهامات باطلة وشائعات مغرضة تنشر في هذه الوسائل ضد أفراد أو مجتمعات أو شعوب أو دول، ومع ذلك تجد الكثير لا يتثبت ولا يتحرى الصدق ولا يتأنى، بل يشارك في نقلها ولا يدرك أن ناقل الكذب والمروج له سواء علم أو شك أنه كذب أو أذاعه من دون تثبت ولا تمحيص هو أحد الكاذبين. وفي زمن الشدائد والفتن أحرى وأولى للمسلم ألا يتسرع أو يتعجل الأمور قبل أن تتبين له، لأنه وقت تطيش فيه العقول وتضطرب القلوب وتختل المواقف، ولا يسعف المرء إلا التثبت والأناة والحلم والرفق واتباع الحق، فالعجلة والتسرع والغضب المذموم قد يزيد من انتشار الشر وزيادة المنكر وذهاب الأمن وحلول المصائب وظهور العداوات.